لكل اللي شجعني وكل اللي وقف جنبي ولو بكلمة. وكان نفسي ان انا اجيب لكم الذهب بس يعني الحمد لله وان شاء الله باذن الله اشتغل على نفسي احسن من كده. وانا يعني انا الحمد لله ما بتفرجش على حد قبل لعبي ولا بسمع لحد ولا برد على حد اصلا، بسيب كله يعني عشان افضل مركزة. انا بهدي الميدالية طبعا للشعب المصري كله والفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو انا الحمد لله يعني استعدت كويس الحمد لله وكل حاجة يعني توفرت لي الحمد لله. هو الأولمبيات بتبقى منافسة صعبة جدا، حتى لو المنافسين اللي معاك ضعف شوية نفسيا ان انت داخل أولمبيات بتبقى يعني مرهقة نفسيا وبدنيا. انا كنت بدخل كل محاولة وانا جسمي كله بيترعش ومش حاسة بأطراف يعني، بس الحمد لله قدرت ان انا اسيطر على نفسي الحمد لله وحقق الميدالية. في ناس ما بتقدرش يعني يبقى عندها ثبات شويه فبتبقى مهزوزه، فبس يعني الاولمبيات يعني حاجه صعبه والله يا جماعه.